مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 62 مترجمة للعربية. ولا تنسوا فضلا منكم تشجيعي بلايك ومشاهدة الحلقة للنهاية. في بداية الحلقة كما شاهدنا، بعدما اتصلت بيزا بهانجر كانت تقول لها هل سوف تساعدينني، كانت هانجر تقول لها أين أنت، أبوك هنا في القصر، تعالي وإلا ستقوم القيامة، إنه يبحث عنك، أين أنت؟ قالت لا، لا يهمني الآن، أنا سوف مصممة على قراري وسوف أفعل ما أريده. ثم بعد ذلك قالت لها ألا تفكرين في طفلك، أنت تحملين الطفل. وبعدها قالت لها بيزا أنا أريد أن تساعدينني، فهل سوف تأتي؟ أنا لن أعود إلى ذاك المنزل. وظلت هانجر صامتة، ثم قالت لها أنا فهمت، أنت لا تريدين مساعدتي. ثم بعد ذلك قالت لها لا، وبعد ذلك قالت لها الآن هل سوف تساعدينني، أنا أنتظرك. قالت لها ليس هذا ولكن. ثم بعدها قالت لها ألن تأتي، وقالت لها يجب عليك أن تخرجي من المنزل، أنا أنتظرك. قالت لها ليس، لا أستطيع أن أخرج الآن، الكل سوف يلاحظ ذلك. وقالت لها بيزا حسنا لقد فهمت، أنت لا تريدين مساعدتي، واعتبري أنني لم أتصل بك. وبعد ذلك قالت لها حسنا أين أنت، قالت لها في الشاطئ. وبعدها دخل جيهان وقال لها مع من كنت تتحدثين، قالت له صديقة لي إنها لا تشعر براحة. ثم بعد ذلك قالت له أنت أين ذاهب، قال لها سوف أذهب لكي أبحث عن بيزا، إنها ليست في المنزل. وبعد ذلك قال لها هل أنت تعرفين أين هي، وكانت هانجر تنظر إليه وهي مصدومة. وقال لها لقد سألتك هل تعرفين أين هي، قالت له لماذا تسألني هكذا، قال لها لأنك ذهبت إليها بالأمس وشاهدتها، قلت ربما قد تخبرك، قالت له لا لم تخبرني بشيء. وبعد ذلك قال لها أنا لا أفهم كيف يمكن أن تكون غير مسؤولة إلى هذا الحد. وقالت له أين سوف تبحث عنها، قال لها سوف أتصل بصديقاتها، ولا أعلم من هو هذا الذي سوف يساعدها، إنه غير مسؤول هو كذلك. ثم بعد ذلك كان سوف يذهب وعاد، وقال لها هانجر لا تتصلي بها ولا تتحدثي معها. وأتت هانجر وقالت لها ما الذي تفعلينه يا بيزا، هذا الذي تفعليه إنه غير جيد. قالت لها ماذا سوف أفعل، لقد تركوني وحدي، حتى أبي لقد تشاجرت معه وتركنا وحدنا أنا وطفلي. وبعدها قالت لها بيزا ألم تخبري أي أحد، قالت لها نعم لم أخبر أي أحد، ولكن أنا قلقة بشأن هذا. ثم قالت لها ولكن لا يمكنك الاختباء لمدة طويلة، ووالدك وجيهان يبحثون عنك. ثم قالت لها والدي هو يعرف كم أنا أحب هذا الطفل، وهو كذلك يريد هذا، ولكن أنا لن أنجب هذا الطفل خارج نطاق الزواج، فأنا أريد هذا الطفل ولا أريد أن أظلمه معي. كانت تفكر في إجهاضه وتحاول اللعب على هانجر، وهانجر كانت تقول لها لا تحاولي فعل شيء كهذا، هل جننتي؟ وكانت تقول لها بيزا لقد أخذت قراري رغم أن الأطباء يقولون أن الأمر محفوف بالمخاطر. وقالت لها لا يمكنني استعمال بطاقة والدي الائتمانية، هل يمكنك إقراض بعض المال؟ قالت لها هانجر يا بيزا ليس لدي المال الكثير، ولكن حتى لو كان ذلك لأستطيع أن أعطيك المال حتى تفعلي مثل هذا الشيء الجنوني، لا أقبل. قالت لها حسنا أنا أتعبتك للمجيء هنا، أنت لن تساعدينني. كانت تحاول أن تلعب عليها وقالت لها انظري أنا لا أستطيع أن أتركك هكذا وحدك وأذهب إلى أي مكان، ولكن أعطيني بعض الوقت حتى أستطيع التفكير في حل هذا المشكل. ومر الوقت، وفي هذه الأثناء كانت يونكا في الشركة وكانت تشعر بالغثيان لأنها حامل، وكانت تقول أنا لا أستطيع أن أستمر على هذا الحال لمدة 9 أشهر. وبعدها نادت السكرتيرة حتى تأتي لها بالشاي النعناع والليمون. وبعدها عاد نصرت وجيهان إلى الشركة وكان يؤشر لها بوجهه حتى تعرف ما تقول. ثم قالت لهم ألم تجدون بيزا، قالوا لها لا لم نجدها. وقال لها نصرت لقد أتى جيهان حتى يستجوبك إذا كنت تعرفين شيء، لقد قلت له أنك لا تعرفين، ولكن هو أصر. ثم سألها جيهان، قالت له أنا لا أعرف أين ذهبت. قال لها ولا تعرفين أين يوجد أصدقاء لها حتى يساعدوننا. قالت له حقا أنا لا أعرف أي شخص. ثم بعد ذلك قال لها جيهان إذا كنت تعرفين مكانها ولم تخبريني فسوف تدفع الثمن يا يونكا. وقالت له بدل من استجوابي اذهب وابحث عنها. فهي كانت غاضبة جدا وحزينة وكئيبة،
وكانت تفكر أن تفعل شيء بنفسها، وبعدها أتت السكرتيرة وقالت لها هذا الشيء سوف يساعدك على الغثيان. وكان جيهون ينظر إلى ذاك الشيء وكان يشك بشيء. وكان نصرت يستفز بالحديث جيهان وقال له لن تتظاهر أنك تهتم لبيزا، إذا فعلت ذلك فلن تسمح لطفلك أن يولد خارج إطار الزواج. وقال له جيهان يكفي يا عمي، نحن الآن نبحث عن بيزا وإلا سوف نخبر الشرطة للبحث عنها. ثم قال له ما دخل الشرطة، وقال له لو لم تكن ابنتي لن أذهب لذلك القصر، أنت آخر شخص أطلب منه المساعدة. قال له التزم حدودك، ولو لم تكن عمي كنت سوف أفعل شيء آخر لا تحبه. وقال له نصرت بيزا وصلت لهذه الحالة بسببك، وأنت شخص تفكر فقط بنفسك. قال له لا تختبر صبري يا عمي، كان يحاول استفزازه بالكلام. وقال له أنت محظوظ أنني أبحث عن بيزا الآن وإلا. ثم ذهب وتركه، وكانت خائفة من أن يشعر بشيء على حملها، وقال لها لا تخافي لم يشعر بشيء. وبعدها سألها على بيزا إذا اتصلت بها، قالت له لم تتصل بي، وقال لها لا نعلم إلى أين ذهبت هذه الفتاة. وبعد ذلك أتت هانجر ببيزا إلى منزل داريا وكانت تقول لها مرحبا بك، ثم دخلت إلى المنزل وقالت لها هانجر هيا تفضلي ادخلي وارتاحي. وبعدها اتصلت بها عمتها ولكن أقفلت الهاتف. وبعد ذلك كانت تحاول أن تدخل وأمسكت بها داريا وقالت لها مرحبا بك وما خطبك، ما هذه الحقيبة؟ ثم بعد ذلك قالت لها هانجر زوجة أخي سوف نتحدث في هذا عندما ندخل إلى الداخل. وبعد ذلك دخلت بيزا وبعدها كانت تقول لها لماذا أتت إلى هنا؟ قالت لها هانجر لقد اضطررت لأن آتي بها إلى هنا. قالت لها ماذا حدث؟ قالت لها إنها لم تجد أي منزل تذهب إليه. وقالت لها داريا ماذا حدث؟ هل هدم منزل أباها؟ قالت لها لا، ولكن الأمور معقدة هذه المرة. وقالت لها لا تخبري أحد، إن بيزا حامل. ثم تفاجأت داريا وقالت لها ماذا؟ هل هي حامل؟ وخرجت بيزا وقالت لها نعم أنا حامل ب3 أشهر. ثم بعد ذلك كانوا يتحدثون وقالت لها خيرا أنا أعرف على أنك عزباء، كيف حملت؟ وقالت لها هذه هدية من زوجي السابق. وقالت لها داريا هل أنت هنا لاستخدام هذا الطفل؟ وقالت لها هانجر كيف تقولين هذا يا داريا، إنها في مشكلة كبيرة وأب الطفل لا يقبل بالزواج ببيزا. وقالت لها بيزا نعم كم أنا أكرهه. وقالت هانجر إنها تفكر في إجهاض الطفل وطلبت منها البقاء هنا على الأقل بضع أيام لحل المشكلة في حال غيرت رأيها. وقالت لها داريا وهل أنت من سوف تساعدينها؟ وكانت هانجر تتوسل لها حتى تبقى داريا في المنزل. وبعد ذلك كانت داريا تقول في داخلها لقد وضعت نفسك في مشكلة كبيرة لا تعرفينها يا هانجر. وكانت داريا لا تتحمل بقائها. وبعدها اتصل بها جيهان وكانت بيزا تقول لها لا تردي على الهاتف. وقالت لها لا هكذا سوف يشك بي، وذهبت لكي تتحدث. ثم بعد ذلك بقيت داريا وبيزا مع بعض وقالت لها ماذا كل العالم يعلم أنك عقيمة، من أين جاء هذا الطفل؟ وأجابتها بيزا قالت لها اتضح أنني لست عقيمة وأنا حامل. قالت لها أخبري هذه الكلمات إلى هانجر الساذجة، هل تعتقدي أنك يمكنك أن تخدعينني؟ وقالت لها بيزا كل شيء صحيح والطبيب أظهر كل الفحوصات وأنني حامل. قالت لها وإذا كنت كذلك إذا كنت ستحصلي على ورث، فيجب أن تعيشي حياة مريحة في القصر، لماذا تأتين إلى هنا؟ فأنت تحاولين الحصول على جيهان لأن الطفل لم يكفيك، أنت تحاولين الحصول على جيهان وكذلك تريدين العودة إلى القصر وتريدين استخدام تلك الطفلة الساذجة. ثم قالت لها أنا لا يهمني هذا، هيا أخرجي من منزلي وابتعدي عن هجر. قالت لها أنا لا أحب هذا المنزل القذر ولكن أنا هكذا أتحمل من أجل الطفل. قالت لها أنت لا تحبين منزلي وتريدين البقاء، هيا اذهبي من منزلي وإلا أخبرهم بكل شيء. قالت لها وأنت كذلك سوف أخبرهم بكل أكاذيب. قالت لها ماذا سوف تخبرين؟ قالت لها سوف أقول كيف بعت هانجر من أجل إسوارة وكيف أرسلتها إلى القصر بالرغم من أنك تعرفينني من أكون، كل شيء سوف أخبرهم. قالت لها أصمتي. وعادت هانجر وسألتها بيزا وقالت لها هل
أخبرتي جيهان؟ قالت لها لم أقل له شيء، ولكن هم يبحثون عنك وحزينون جدا. وقالت لها أنا حزينة أكثر منهم وأفكر في طفلي. وكانت داريا تحاول أن تقنع بعد ذلك هنجر حتى تبعدها عن بيزا والمشكل وألا تتدخل، ولكن هنجر كانت مصرة على مساعدة بيزا وأن المنزل صغير ولم تفكر في جميل وماذا سيفعل، لكن رغم ذلك كانت مصرة تساعدها. وبعد ذلك كانت داريا تقول بداخلها كم أنت ساذجة ولا تعرفين أنك تطلقين النار على نفسك. وكانت بعد ذلك بيزا تتحدث مع نصرة في الهاتف وأخبرت أنها في المنزل في منزل أخ هنجر وأن المنزل مجرد محطة بالنسبة لها، ووجدت الحل بمساعدة هنجر الغبية. ولكن أتت هنجر وكانت تنادي إليها وكانت خائفة من أن تستمع إلى شيء. ومر الوقت وأتى جيهان لزيارة جميل وكان يشرب الشاي معه يتحدث معه وكان يقول له كم هو سعيد بهذا الدكان وكان سوف يعرضه للبيع. وقال له كنت ألون جدران الحي ولكن الآن حياتي ملونة بهذا الدكان. المهم كان مقتنع بحياته وسعيد وله قناعة كبيرة. وكان جيهان ينظر إليه وهو سعيد ويبتسم. وبعد ذلك أتت الجارة وأخبرت جميل على أن هنجر أتت للمنزل زيارة. وبعدها قال لها سوف نذهب الآن. وذهب هو وجيهان إلى المنزل. وفي هذه الأثناء كانوا يجلسون مع بعض ويتناولون الأكل ومستضيفين في بيزا، وكانت لا تريد أن تتناول أي شيء وتدعي على أنها تشعر بالغثيان. وبعد ذلك قالت لها يجب علي أن أجد مكان لكي أذهب من هنا. قالت لها لا تقلقي، لا أحد سوف يعرف أنك هنا ولا تشعري بالانزعاج، سوف تبقين هنا إلى حين أن تحل مشكلتك. وكانت هنجر بعدها تقول لها ما الذي جعل هكذا زوجك يبتعد عنك؟ هل لديه امرأة أخرى؟ قالت لها هناك شيء في حياة زوجي يسلبه كل حقوقه ويجعله لا يهتم حتى بأولاده. كانت تحاول أن تلمح لها على جيهان وأوقعت ذري الشاي عليها ثم ذهبت لكي تغير. وبعد ذلك أتى جيهان وجميل وفتحت هنجر الباب وكانت مصدومة من أن جيهان أتى إلى المنزل وبيزا بالداخل. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك، وفضلا منكم اشتركوا بالقناة حتى تصلوا بكل جديد المسلسل.